عليكم، معاكم اخوكم سامي من قناة سامي اف. في واحد من المتابعين سأل كيف ينقل الاصوات او الايقاعات من الكيبورد في الفلاش ميموري. طريقة سهلة، انا بطبق على الاصوات، هي نفس الطريقة تطبق على الايقاعات. تيجي عند اي مجموعة من المجموعات، مثلا هاي البيانو، زين، فوق في كلمة اسمها فايل، تضغط على كلمة فايل تطلع لك كلمة كوبي، تضغط على كلمة كوبي، لاحظ معي، انزين، نفس الطريقة. تبغي تختار أشياء معينة، شوف، بس تضغط عليها، تعلم عليهم بالأبيض، تعمل كوبي. بعد ما تعمل كوبي تروح على اليو اس بي، تبغي تحطهم في فايل، في نيو فايل، شوف يطلع لك فولدر تسميه. ما تبغى تعمل نيو فايل، تبغي على طول تدق كلمة كوبي هير في اليو اس بي. شوف أنا اخترت الخمسة، انتقلوا هني. انزين، كيف تنقلهم كامل؟ مثلا عند فئة مثلا الاورجن، الجيتارات، تبغى تنقلهم كلهم الايقاعات، نفس الشيء، فايل، الفايل الاصوات، كوبي، هاي كلها سلكت اول، شوف تضغط على السلكت اول بتنتقل كل الاصوات الجيتارات، لاحظ كلهم باللون الابيض. تعمل كوبي، بعد ما تعمل كوبي تصير على اليو اس بي وتدق كوبي هير، او تقدر تحطهم في فايل، بحطهم في فايل، اسوي نيو فايل، بنسميه فايل نيو فايل 7. لما تعمل نيو فايل 7 تشوف طلع معاك هنا نيو فايل 7، تشوف اليو اس بي، تفتحه، بعدين داخل الفايل تعمل كوبي هير، شوف راح يعمل لك الحين لودنج اصوات الجيتارات كلها، راح تكون في نيو فايل 7. لاحظ معايا هاي الفايلات كلها انتقلت، شوف الجيتارات، اصوات الجيتارات كلها انتقلت في، شوف، في فايل نيو فايل 7. شوف لما تضغط عليه تفتح لك اصوات الجيتارات روم سمير. نفس الطريقة تعملها على الايقاعات، بنفس الطريقة. يعني الايقاعات الحين مثلا هني تروح تشوف على الايقاعات، هاي عندك الجاز، انزين، فايل كوبي، نفس الشيء سلكت اول، هاي الايقاعات كلها تحولت، تعد كوبي، تروح على اليو اس بي، تفتح هني مثلا فولدر اسمه مثلا واي واي واي، اوكي تمام، تروح داخل الفولدر، بعدين تروح كوبي هير، راح يعمل معاك الكيبورد، يعمل معاك لودينج للايقاعات. لاحظ معي تحملت الايقاعات في الفايل فولدر واي واي واي. شوف بهاي الطريقة علمتك كيف، او اني وضحت لك كيف تنقل الكيبورد الاصوات من والاصوات والايقاعات من الكيبورد الى الفلاش ميموري، وشكرا.